عايزه بقى اقول لهم العرض بتاعنا النهارده عباره عن يلا ايه. بينا. كورس الديناميت نازل النهارده وعليه هدايا زياده غير الهدايا اللي كان نازل بيها المره اللي فاتت. طيب الكورس بتاعي بيتكون من ايه؟ اول حاجه انا مقدمها لك كبسولات ونقط واعشاب، ده الاساس بتاعي يا شيف هاله. كبسولات ونقط واعشاب تقضي معاكي اول شهر كامل، تنزل معاكي من 12 ل 17 كيلو. ده في اول شهر. ده في اول شهر. حلوة. ده الاساس بتاعي. كبسول ونقط واعشاب يكفيكي مده 30 يوم، ينزلك من 12 ل 17 كيلو وبالضمان ونتيجه من اول اسبوع. ده الاساس. حلو. طيب الهدايا ايه بقى؟ مدياكي كورس تاني زياده عليه، يعني انا هاخد النهارده كورس وعليه كورس كمان. كبسولات تانيه ونقط تانيه واعشاب تانيه تكفي معاكي للشهر تاني وتنزلك من 12 ل 17 كيلو برضو. انا بدي معدل نزول من مثلا 12 ل 17. ليه؟ علشان كل واحد بينزل على حسب طبيعه جسمه. ممكن انزل 12 كيلو، ممكن 15، ممكن اوصل ل 17 و 18 في الشهر الواحد، فكل واحد على حسب طبيعه الجسم. حلو جدا. في ناس يعني، بس انا مش حابه اقول كده قوي، في ناس بتجيب ال 20 كيلو، بس انا دلوقتي عامله لك تارجت 15 كيلو في الشهر. في ناس بتوصل لاعلى، يعني ده هنقول المتوسط. ممكن ناس اقل شويه، ممكن 12، ممكن ناس تزيد على حسب طبيعه الجسم. في ناس بتوصل لل 20. طيب يبقى انا كده معايا شهر وعليه شهر هديه، تخسيس من 30 ل 40 كيلو، علبتين كبسول، علبتين نقط، علبتين اعشاب. بس كده لا، خدي بقى كل الهدايا اللي انا جايبها لك النهارده. جايبه النهارده كورس حوارق هديه، عباره عن ايه؟ عباره عن اربع حقن تعليه حرق. المره اللي فاتت نزلنا بحقنتين، المره دي اربع حقن تعليه حرق. ده كده يعتبر بالنسبه لي كورس حوارق. هاخده ازاي؟ هاخده خلال فتره ال 60 يوم اللي هم الكورسين الاساسيين. يعني انا معايا اول شهرين اللي همشي عليهم دول كبسول ونقط واعشاب، وعليهم كبسول ونقط واعشاب. تمام. في بقى 60 يوم كده بالظبط. وفي بقى اربع حقن زياده على ال 60 يوم هاخدهم برده، يرفع لك معدل حرق الجسم، يوصلك ل 35 او 40 كيلو في خلال شهرين. يبقى انا كده 10 منتجات. بس كده اخر بقى هديه، عشان دلوقتي في اعياد وبنحتفل. النهارده معانا كريم السليولايت نازل كمان هديه زياده على العشر منتجات كمان، يعني اربع حقن وكريم ونقط واعشاب وكبسول. كل ده هديه على الكورس الاساسي. كل ده هديه على الكورس الاساسي. الكريم ده يا جماعه حلل لكل المشاكل يا شيف هاله. كل مشكلة عندك تخص الجلد، البشرة، عندك ترهلات، سليولايت، كرمشة في الجلد، سمنة موضعية، منطقة البطن، عندي تكتلات دهنية، الدراعات، الأرداف، البطن، الكرش، هتحطي عليه كريم السليولايت بجزيئات الذهب والكارانتين، يقضيلك على كل أماكن السمنة دي ويشد الجلد ويديكي كمان ترطيب، لأن هو فيه كولاجين وألوفيرا وكاموميل وجليسرين. حلو قوي. ده اللي هيرجع البشرة أو الجلد صافي وناعم زي بشرة الأطفال بالظبط، ومشدودة بالظبط كده. ومشدودة دي أهم حاجة. دي أهم حاجة. أنت هتخسي وهتلاقي شكلك منحوت وشكل الجلد بتاعك متظبط، وفي نعومة وفي ترطيب ومشدود، ما عنديش بقى ترهلات، علامات السليولايت والخطوط اللي لونها أحمر والأبيض بتكون بعد الولادة، ده كله نسيه. انت النهارده كورس اساسي ومعاه كورس تاني وعليه اربع حقن يرفعوا معاكي الحرق وكريم السليولايت كمان. ده في ناس 11 منتج بتدوخ بالعلامات دي ومفيش اي حاجه ممكن تضيعها بسهوله. بالظبط. علامات يعني السليولايت. ده في دكاتره كمان تقول لك لا، هي وصلت لمرحله معينه ما بتروحش. النهارده الكريم معانا ما شاء الله يا جماعه بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، بس نمشي عليه من اول يوم في اخدان الكورس. بالظبط. صح كده؟ بالظبط كده. هتمشي عليه مع الكورس، هتلاقي نفسك كده كده بتخسي بالكبسول والنقط والاعشاب والحقن، رافعه معاكي معدل حرق الجسم جدا، والكريم بحطه يوم ويوم على اماكن تجمعات الدهون، ويا سلام بقى لو لفته بسترتش يديكي اعلى نتيجه. هتلاقي نتيجه من اول استخدام للكريم، وهيعرق المكان كمان، فده برده دهون برده بتخرج معانا على صوره العرق. مش في بنوتات بتحطه على الدقن المزدوج اللي هو الدبل تشن، يديها نتيجه حلوه جدا. لو عندك اي تكتلات دهنيه او شويه دهون يشدلك ده كله ويقضي على الدهون دي خالص.